الديار سعودية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية والبارحة يا هلي مريت على القصور السعودية على ديار سعودية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية ومن دار أخو مريم القنورة جينا نقدم التحية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية ومن دار أخو مريم القنورة جينا نقدم التحية والبارحة يا هلي مريت على ديار السعودية من أرض فيصل لأبو فهد هني عيدكم يا حية الله 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 يا هلي مريت على ديار السعودية من أرض فيصل لأبو فهد عيدكم يا حية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية وهالي الجود والفزعة والنقوة وزين النوايا والمكرمية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية ومني من الكويت لسعودية وارد وعود وريحاني عاشوا السعودية والكويت يسلمون على ديار السعودية مني ومن الكويت لسعودية وارد وعود وريحاني والبارحة يا هلي مريت على ديار السعودية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية والبارحة يا هلي مريت على ديار سعودية الله وعلى ديار سعودية الله وعلى القصور السعودية الله وعلى ديار سعودية الله وعلى القصور السعودية الله وعلى ديار سعودية عاشوا عاشوا يسلمون. مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معانا بليلة جديدة من ليالي الكويت راح تكون ليلة سعودية نهني فيها كل أخواننا وأشقائنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاحتفال باليوم الوطني 91 والسنة هذه اختاروا لهم شعار هي لنا دار وهي فعلا دار للقاصي والداني من أهل الدين الإسلامي. مساك الله بالخير عبد الله كل عام وكل أهل السعودية بخير إن شاء الله. كل عام هم بخير واحنا بخير ايضا يعني الخليج كله قاعد يحتفل اليوم مع هذه الاحتفالات الجميله واحنا في دوله الكويت في ليالي الكويت قاعد تشوفون معانا الاستديو كله تزين اليوم بهالحلقه والليله الاستثنائيه صار باللون الاخضر اللون القريب على قلوبنا اكيد غاده وعلى كل اهل الخليج خضراء وان شاء الله يا رب مستقبلنا اخضر ان شاء الله وكل عام وانتم بخير يا سعود. اليوم منورنا راح تكون معانا مذيع وايضا راح نستمع الاغنيات الجميله اللي اخترتها لنا الليله. شكرا جزيلا اختي العزيزه غاده وشكرا جزيلا اخ العزيز عبد الله. انا فخور الحقيقه وسعيد انكم دعيتوني اشارككم في هذه الليله الوطنيه الخليجيه العربيه كذلك. فكل عام وبلاد الحرمين وقبله المسلمين ومهبط الوحي والجاره الكبرى والشقيقه العظمى أكيد السعودية بخير وقوة وأمن وسلام وحب عسى ربي إن شاء الله لا يفرقنا ودائما نعيش مع بعض في أعياد وترابط وتواصل وخيرات متبادلة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إحنا يمكن يعني مثل ما قالت غادة أن اختاروا هالسنة أن يكون الشعار هي لنا دار شعار موحد تم إطلاقه من هيئة الترفيه يعني
كل الاحتفالات راح تبدي ان شاء الله من يوم 23 سبتمبر الى مهرجان الرياض وغيرها من المهرجانات اللي يعني كنا منتظرينها. صار عندهم الاحتفال باليوم الوطني هو موسم للاحتفال يعني على مدى اكثر من كذا يوم، فان شاء الله يا رب دائما ايامكم كلها اعياد في ظل القياده الحكيمه اكيد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. ان شاء الله يا رب تقضون معانا امسيه سعيده لغايه الساعه 12 احنا معاكم على الهواء. نذكركم كل من يتابعنا هاشتاج ليالي الكويت نشط جدا، وراح نكون معاكم عاد اهلنا بالسعوديه هلا هلا بهاشتاج ليالي الكويت. نبي نشوف كشخه عيالكم، نبي نشوف الازياء الجميله اللي اكيد منورها اللون الاخضر، اللي عنده صوره يحب انه هو ينزلها عندنا بهاشتاج ليالي الكويت واكيد راح نستعرضها مع حضراتكم. اكيد هاشتاج اليوم الوطني السعودي هو الحين يعني محتل الترند مثل ما يقولون في التويتر، نبي ننافسه احنا في ليالي الكويت على نفس الروح الجميله اللي موجوده فيه. قاعد نشوف الاحتفالات، انا توني دخلت الهاشتاج يعني المسيرات اللي موجوده ما شاء الله عندهم أكيد. في الرياض، في جده، في مكه، كل المدن السعوديه ما شاء الله محتفلين. ذكرونا باحتفالات فبراير اكيد فبراير اللي موجوده هني وسعود، يعني حضرتك تشوف الاحتفالات اللي موجوده عندنا كانت ايام المسيرات قبل كورونا طبعا. نعم، فايش رايك باللي قاعد تشوفه الحين بالسعوديه وما شاء الله عوده الحياه الطبيعيه خلال هذه الفتره والاحتفالات الحلوه؟ والله مستانس، يعني مستانس وايد، واتمنى لو اكون متواجد عندهم، لان تقريبا اخر رحله وزياره لي كانت قبل كورونا زياره ودخول هذا الوباء، الله يكفينا وياكم والجميع. يعني كنت حاضر عندهم في مهرجان الترفيهي بالرياض والبوليفارد وهالامسيات الجميله والاماكن التاريخيه الاصيله. وعلى فكره عاده الحياه عندهم قبل الكل ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله الله يتممها على الجميع ان شاء الله. اللهم امين، وخلاص نتخلص من هالكورونا ونرجع يعني نفتح ابوابنا ومطاراتنا ويكون التنقل بحريه واريحيه اكثر ان شاء الله، ونتزاور مع اهاليتنا وحبايبنا بالخليج. شنو المنطقه اللي خاطركم تزورونها عبد الله؟ أنا لأن صراحة السياحة انفتحت بشكل كبير بالمملكة. أنا وايد أسمع عن أبها، يعني جدة رايح لها، مكة طبعا رايح لها، بس أبها وفي منطقة العلا يمكن من المناطق اللي وايد كنا نشوفها. اي ودي اروح. بعدين يعني قاعدين ينزلون ما شاء الله عليهم شباب السعوديه، يعني سواء بالانستغرام او سناب شات قاعدين يروحون اماكن روعه ما كنا يعني تخطر حتى على بالنا. صحيح. ان هالاماكن وهالجبال وهالسحب الجميله، وهذا الحين احنا قاعدين نطلع مع القناه الاولى بالمملكه العربيه ما شاء الله السعودية. تبارك الرحمن. وقاعد نشوف الحين الالعاب الناريه في سماء مدينه الرياض، عساها يا رب أفراح دائمة بالمسرات على كل أهل المملكة. آمين يا رب. إحنا قبل لا نطلع الهواء كان في أيضا استعراض للطيارات المختلفة اللي كانت موجودة في الرياض اليوم. كان في أتوقع القوة الجوية السعودية كنا سووا أمس بروبات، فأعتقد اليوم كان في أو شيء من هالنوع. إيه صحيح، كان في نوع من أنواع الطيارات الخاصة. على فكرة متميزين هم الحقيقة، يعني الأشقاء والأصدقاء بالسعودية متميزين بطريقة احتفالهم بيومهم الوطني. يعني أنا سعدت أن في رحلة من رحلاتي عشت معهم هذا الطقس، لدرجة أن أصلا ظهرنا برا رحنا البحرين، تخيلوا بالسيارات يعني محتفلين، يعني والبحرين قريبة وجارة أيضا وصديقة وشقيقة، فاستانسنا معهم. الشرقية احتفالاتها غير، جدة غير، الرياض غير، طبعا الرياض دائما غير ولياليها مختلفة. لو سمحت يقول لك جدة غير. جدة غير، أنا أشوفهم أقول لهم الرياض غير. بحرها الجميل. الرياض يمكن لأن فيها أشياء تناسبني أم أحمد. يعني مهتمين أكثر هم في عبق التراث والماضي. حلو. تلاقين قلاع، قصور، أسواق شعبية تراثية جميلة. يقولوا لي ربعي وأصدقائي هناك، حين حنا نوديك مولات وهالكافيهات وما أدري، وأنت تقول تدوعس بأسواق الشعبية. هذا حالاته. إي هذا حالاته فعلاً. السياحة يعني حلوة إنك تروح هذه الأماكن الشعبية. صحيح. تروح الأماكن اللي تميز أهل البلد اللي أنت زايرها. نعم. لكن العمران والبنيان موجود بكل مكان. موجود. أكيد. صحيح. ما شاء الله. يعني هذا الحين منهم من سوق الديرة. هالدشداشة هذه بعد منهم. من يسمونها الثوب. الثوب الحجازي هم يقولون. إيه هذا منهم، كله من أسواق، من سوق، من أسواق الرياض يعني التراثية. حلو. متزين اليوم سعود بالأكيد الزي السعودي الجميل اللي احنا متعودين. نعم. هو قريب أكيد للزي الكويتي. نعم. احنا خلال هذه الحلقة مشاهدينا راح يكون عندنا تقارير وعندنا أيضا لقاءات جميلة من المملكة العربية السعودية، من الكويت، يعني بنعيش معاكم ساعتين إن
شاء الله تكون مختلفة. لكن في البداية راح ناخذ هذه التهنئة من بعض سفراء الدول للمملكة العربية السعودية بيومهم الوطني. خلينا نشوفهم نكمل معاكم هذه السهرة من ليالي السعودية والكويت. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا في هذه اللحظات. انضم لنا داخل الاستوديو سعادة الدكتور سعد بن محمد الشبانة الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت. مساك الله بالخير دكتور وحياك الله. مساكم الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. مساك الله بالخير وكل عام وحضرتك والمملكة العربية السعودية بألف خير يا رب. وأنتم كذلك بالله. وأشكر حقيقة يعني هذه الاستضافة وسعيد جدا أنها تكون في هالمناسبة الوطنية الجميلة يعني. نعم شرفتنا ونورتنا دكتور سعد. الله يطول الله يحفظك كل سنة وأنت وجميع الأخوة السعوديين كل مكان بخير. اللهم أمين وياكم إن شاء الله. دكتور شعار هالسنة هي لنا دار، كلمنا عن هذا الشعار. طبعا المملكة العربية السعودية اليوم اسمحيني بداية أني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسيدي سمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وعلى الأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم. المناسبة هذه السنة هي غير لأنها تشهد كثير من التطورات في المنطقة على المستوى الخليجي والعالمي من التأثيرات جائحة كورونا، إلا أن المملكة اليوم حقيقة شعرتنا من خلال الفترة البقاء في البيوت والفترة الممتدة إلى شعورنا بهذا الوطن وحب هذا الوطن والانتماء إليه والتعرف على كثير من التفاصيل، حتى شعرنا أن هذا الوطن يعني انغرس فينا مرة أخرى بشكل جديد فيه يعني شيء من الكثير من التطلع للمستقبل. ولذا يعني هي لنا دار ونعتز فيها. والأجمل حقيقة اليوم يعني هذا اسمحي لي أني أقول واسمحوا لي أنه المشاركة الكويتية الفاعلة حقيقة هي لهم دار ونحن أيضا جار ودار. صحيح. فحقيقة كانت جميلة هذه العبارة دخلت القلوب وحقيقة الكل تفاعل مع هذه الاحتفالات اليوم من أخواننا في الكويت سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الشعب والقطاع الخاص. نعم هذا التفاعل يعني مو غريب دكتور سعد يعني علينا إحنا شعب واحد. القيادة في المملكة العربية السعودية أكيد مع شقيقتها الكويت، الشعوب يعني علاقة ممتدة على مدى سنوات. لكن إذا بنتكلم بشكل يعني مو إنشائي بشكل عن علاقتك مع الكويت بشكل خاص، يعني زيارتك وإقامتك حاليا في دولة الكويت، الترابط بين هذا الشعب، تشابه أوجه تشابه بين الشعب الكويتي والسعودي. طبعا ما في شك أن العلاقة الكويتية السعودية كشعب هي علاقة أسرية وراقية جدا. صحيح. وهناك نسب وهناك تقارب لا يفرق بيننا أي شيء، ولعل هذه العلاقة الجميلة حقيقة هي تترجم بجلاء واضح العلاقة بين أسرتين الملكتين في الدولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
العلاقة الوثيقة بين أسرة آل سعود وأسرة الصباح حفظهم الله جميعا وبين سيد الملك سلمان ووالدنا الشيخ نواف وثيقة حتى على المستوى الشخصي. صحيح. فطبيعي أنها تنسجم على جميع الأفراد الشعب وأفراد ولذا نجد تقارب كزيارات عائلية وخلال يعني السنة هذه يمكن الماضية تعرفت على أشياء كثيرة جميلة في الكويت وأهل الكويت احتووني قبل يعني الأقارب يعني بمجرد أنهم يعرفون أنك من المملكة تجد الكل يرحب بك. فأنا محظوظ جدا أن يكون يعني بين أهلي وبين ربعي في هذه الدولة الكريمة. واحنا اكثر ما في شك. قبل قليل طبعا مساء فنان ها الحين قاعد احاورك في تنقل نتنقل في هذا الاستوديو اللطيف. قبل قليل ام احمد ذكرت ان جده غير وانا اقول لها الرياض كذلك غير مختلفه يعني عزيزه علي وكل السعوديه ما في شك شمالها وجنوبها وغربها وشرقها لكن كلنا لان احنا والسعوديه غير وعلاقتنا غير وترابطنا غير صار عندنا مجلس اللي هو مجلس التنسيق السعودي الكويتي عدل نعم. اللي يعني احتفلنا في افتتاحه أو تدشين أول جلسة قبل 4 شهور نعم. كلمنا دكتور عن يعني أهمية هذا المجلس في ترسيخ العلاقات ما بين البلدين اللي هي حسب ما يقولون الباحثين أنها تعدت 130 سنة لأن نعم. العلاقة ابتدت قبل 91 سنة مع الأسرة المالكة أو الأشقاء. منو فينا ما له خوال ولا عمام ولا أنساب ولا أصحاب في المملكة؟ صحيح. تفضل. طبعا في مجلس التنسيق السعودي الكويتي ويمكن في 2018 بدأت ثم بعدين اجتمعوا الاجتماع الأول قبل 4 شهور لكن حقيقة حينما يعني ناخذ الأمور بشكل يعني ودي وأكثر وضوحا نجد أن التنسيق مستمر من سنوات حتى في كثير من الأمور. ولعل قبل ما تعقد الجلسة الأولى كان هناك تنسيق حقيقة في أزمة كورونا الكل يعرف هذا الشيء في قضية السماح. المملكة نسقت مع الكويت السماح بدخول الشاحنات مع أنها كان هناك إقفال المنافذ واستثنت الكويت وكان هذا من التنسيق المباشر تم في أوقات يعني وجيزة. فلذا دائما يعني مجلس التنسيق هو حقيقة تأكيد وترسيخ لمبدأ التنسيق والتذكير به دائما إلى أنه هذا العلاقة بين البلدين لابد أن تتم حتى في أقل الأمور لابد أن تكون هناك تنسيق مستمر. وحقيقة ما يصلنا يعني شخصيا من توجيه هو الحرص تماما على الدعم والتعاون المفتوح قدر الإمكان مع الزملاء في عملنا في الكويت. فلذا أنا أعتقد أنه المملكة والكويت حتى لو أنشئ مجلس تنسيق وكان له زخم كبير ويشرفنا حقيقة أن سمو ولي العهد وأيضا سمو ولي العهد في الكويت هم قائمين على متابعة هذه التفاصيل. فنحن متفائلين أكثر إلى تعاون أكثر وأكثر يعني تفاؤلا بالفترة القادمة من مشيئة الله. إن شاء الله. راح نستكمل أكيد مع حضرتك الحوار لكن الحين نتشرف هذا الاتصال الهاتفي من سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت. مساك الله بالخير سمو الأمير وحياك الله وكل عام وانتم بألف خير. يا هلا وسهلا الله يحييك ويسلمك والفرحة فرحة الجميع ونبارك لكم قبل ما تباركوا لنا. أكيد إحنا وأنتم واحد وفعلا هي لنا دار ولكل أهل الإسلام هي دار مفتوحة للجميع. كلمني سعادة السفيرة عن العلاقات الكويتية السعودية خصوصا في هذه الفترات نكون مع بعض بالفرح وأكيد مع بعض بالأزمات. والله العلاقات السعودية الكويتية علاقات متميزة واستثنائية وأعتقد ضاربة في جذور التاريخ أكيد. تمتد في أساسها إلى أكثر من 100 عام نعم. ولها خصوصية أخرى وبالذات في احتفالنا في تأسيس المملكة العربية السعودية. إذا رجعنا للتاريخ فأن الملك المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز انطلق من الكويت نعم رحمة الله عليه تجد لها خصوصية مختلفة تماما واستثنائية نعم. وكذلك احنا مقبلين على مناسبة ان شاء الله في بداية شهر اكتوبر برضو مناسبة استثنائية تخص العلاقات السعودية الكويتية بشكل خاص وان شاء الله نتطرق لها في اكتوبر بإذن الله. ما تبي تعطينا كذي فكرة عن هذه المناسبة؟
والله انا اوعدكم ان شاء الله عليها، احنا جالسين نحضر لها ان شاء الله، ولكنها استثنائيه وقد يكون الكثير لا يعرفون هالمناسبه تحديدا. هي ذكرى عزيزه على قلوبنا كلنا ان شاء الله. ولكن يا سمو الامير كذي قاعد تشوقنا اكثر. لا لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله للجميع، هي خاصه بالنسبه للعلاقات السعوديه الكويتيه، فباذن الله ان شاء الله تطلع الجميع والجميع بيطلع عليها باذن واحد احد ان شاء الله. وتكون موجود معنا بليالي الكويت تعلن عن انطلاقه هذه الفعاليه؟ هي الفعالية منطلقة من سنين، ولكن نذكر فيها وذكراها بتكون ذكرى جميلة بإذن الله إن شاء الله، وأوعدكم بإذن واحد أحد إن شاء الله نكون معكم بإذن الله إن شاء الله. يعني معانا سعادة الملحق الثقافي داخل الاستوديو، كنا قاعدين نتكلم عن إيش كثر العلاقات الثقافية وإيش كثر أصلا الموروث الثقافي الكويتي والسعودي متشابه إلى حد كبير، فنتمنى من حضرتك أيضا زيادة الأنشطة الثقافية عندنا بالكويت الخاصة بالمملكة السعودية. والله التشابه بين الأنشطة وبين الموروث الثقافي بين السعودية والكويت أكثر من موضوع الثقافة، التشابه في كل شيء في كل مجالات الحياة. نعم. فلذلك مهما يتسرق الواحد التشابه ولا التقارب اللي بينه فحيكون مقصر في وصفه. نعم. ولكن بإذن الله أي مقدمين إن شاء الله على أنشطة وفعاليات، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغم عن الأمة إن شاء الله وترجع للحياة الطبيعية كما كانت قبل هذا الوباء. نعم. يعني سمو الأمير، بما أنك ذكرت كورونا، خلال الفترة الماضية وخلال الحظر والفترة اللي كانت مغلقة فيها المطارات وحتى يعني الحدود البرية بين العالم كله، دول العالم كله، لكن لقينا أن الحمد لله يعني السعودية قدرت أن هي تكون قد المسؤولية وما تأثرت أبدا. وبالفعل يعني احنا قاعدين نتكلم عن عودة الحياة الطبيعية إلى المملكة بشكل جميل جدا وسريع أيضا. هذا أولا يرجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ثم قيادتنا الحكيمة التي أدارت هذه الأزمة وسخرت كل الغالي والنفيس للحفاظ على روح المواطن والمقيم. نعم. في المملكة، فلذلك الجميع عمل عليها بقيادة سيدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد، ثم الصفوف الأمامية في الكادر الصحي، وكذلك شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها. فكانت عمل مشترك للجميع، وما في شك أنه عمل جبار. نعم. وهذا أثبت مكانة المملكة وعلو كعبها في كل ما يتعلق بإدارة الأزمات. نعم. فنرجع ونقول هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادتنا الحكيمة، أدامها الله. أدامها الله. وشكرا جزيلا سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ألف شكر لحضرتك، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والازدهار يا رب. أهلا وسهلا، وإن شاء الله نلتقي في المناسبة القادمة كما وعدت إن شاء الله على هالوعد بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم الله. شكرا إن شاء الله يا رب. أكيد إحنا متواصلين معك دكتور سعد ونكمل هذا الحوار. لما يصير الحديث عن توحيد المملكة من 91 سنة إلى اليوم، في هذه السنوات الحديث يعني أكثر عن تطور المملكة، الجانب الثقافي، الجانب التعليمي وغيره من هذه الجوانب، أكيد تحقيقا لرؤية المملكة 2030. فبنتكلم على هذه الرؤية، أهمية هذه الرؤية، وين وصل المشوار فيها؟ طبعا رؤية المملكة 2030 يعني قبل 5 سنوات لما أعلنت وبارك سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكان مهندس هذه الرؤية هو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وبدأت الأعمال خلال 5 سنوات الماضية في مراجعة كثير من الأنظمة، ويعني طرح كثير من المبادرات ومراجعة كثير من الاستراتيجيات، حتى هناك يعني أشياء كثيرة تمت في الفترة الماضية. نحن الآن خلال السنتين الماضية كل عام نلاحظ أن هناك يعني استباق لنتائج هذه الرؤية، وضعت كثير من الأهداف بعد في 2030، الآن وصلنا يمكن سنتين ونصل لهذا، فالآن تراجع الرؤية لوضع طموح أكبر ولطموح أهداف أعلى. المملكة هناك 3 محاور رئيسية يعني في رؤية المملكة 2030، وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ففي كل محور من هذه مجموعة من المبادرات والأهداف،
ممكن اقدر اقول لانه لو بتكلم يمكن اخذ ليالي الكويت كله اليوم البرنامج كله، وانا مستمتع جدا. تستاهل هذه الليالي السعوديه. الله يطول عمرك. فلعلي يعني اوجز هذا الموضوع في انه رؤيه المملكه الان 2030 طلعت لنا حافز كل يوم نتطلع ما هو الجديد، ما هو الجديد الذي تغير في مجتمعنا، تغير في اقتصادنا، تغير. وفعلا خلال العام الماضي في وسط هذه الجائحة والضغوط اللي مرت بها المملكة، إلا أنه الحمد لله كان هناك افتتاح لكثير من المصانع في يعني بشكل سريع. أنا أذكر إن شاء الله من 7000 مصنع إلى 9000 مصنع، نتكلم عن إغلاقات كثير من الوظائف المستحدثة، كثير من يعني التغير في نسب يعني الجانب المجتمع الحيوي وجودة الحياة، الفعاليات اللي الآن بدأت تعود. وهذه دعوة إن شاء الله نشوفكم في الرياض في مهرجان يعني الرياض اللي دائما يعني العام الماضي واللي قبله تم بطريقة. فكثير من الأمور حقيقة في المملكة احنا قاعدين نلحظها يوميا، ولذا تتجدد علينا اليوم الوطني لنستذكر ثلاث أمور. الجانب التاريخي هو الذي قام به الملك عبد العزيز طيب الله ثراه والملوك من بعد أبنائه، واليوم ننظر إلى مستقبلنا الحالي مما نعيشه من الأمن والأمان والاستقرار والتطور وكثير من الأشياء، حتى أصبحنا من مصاف أقوى الدول اقتصاديا للعشرين ودخلنا في كثير من الأمور. حتى الآن في هذا اليوم أيضا نتطلع إلى المستقبل ونلاحظ أن هناك كثير من التخطيط الرائع لمستقبلنا ومستقبل أطفالنا. ولذا يعني لا تستغرب أن كل طفل سعودي الآن قاعد يتسأل عن الرؤية، يعطيك كذا بعض اللمحات البسيطة. صحيح، يكون عندهم فكرة عن الموضوع. أنا اليوم من خلال متابعتي القنوات السعودية واستضافتهم لكل الشرائح المجتمع المختلفة، فعلا يعني هم مقبلين على رؤية، حاطين ببالهم شنو راح تكون بالمستقبل، عارفين عنها. وإن شاء الله نتمنى التطور أكيد للمملكة العربية السعودية وكل النجاح والازدهار يا رب. بإذن الله إن شاء الله. في الختام شنو حاب تقول سعادة الدكتور سعد؟ أولا أنا سعيد حقيقة اليوم في أمرين، وإذا سمحت لي في أقل من دقيقة أني أقول أنه السعادة اللي شاهدتها اليوم في الكويت والاحتفالات والأجواء، حتى المشاركة الحكومية، احنا يعني وزارة العام مقام وزارة الإعلام والاهتمام بالبرامج إلى جانب المشاركة القطاع الخاص، ثم تجي للمشاركة الشعبية الأخوية، الاحتفال في كل مكان. حقيقة نتمنى التوفيق يعني وطول العمر لوالدنا الأمير نواف. آمين. ولشعب الكويت الوفي، وإن شاء الله نلتقيكم مناسبات جميعا نكون سعيدين فيها. آمين. إن شاء الله يا رب. نبي السياحة احنا مقبلين عليها، شنو تنصحنا في الأماكن السياحية؟ والله أنا أختلف إن نقول السعودية غير. نعم. ما نقول جدة ولا نقول الدمام. هو يروح الحقيقة والعلا والعلا طبعا العلا في كثير من يعني عدل هو مهرجان طنطورة في كثير من دكتور نطقها سليم العلا ولا تسمون العلا اي نعم العلا. وأبها طبعا خلها بالصيف الآن دخلنا بالشتاء، يحتاجك شتاء طنطورة في. وأيضا في يعني كثير من مدن المملكة الآن فيها كثير من الاحتفالات. احنا الأمانة نغبطكم على هذا الانفتاح الثقافي الاقتصادي السياحي اللي موجود بالمملكة واللي قاعدين نعيشه كلنا وحاسين فيه. نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. آمين. ونتمنى نشوفك دائما وانتم بصحه وعافيه وامن وامان وازدهار يا رب. شكرا جزيلا لك دكتور. العفو العفو. شاكر لكم مره اخرى لهذه الاستضافه. حياك الله. اكيد احنا نبي نسمع شيء من سعود. ايش رايك سعود بعد الفاصل؟ جهز نفسك بعد الفاصل ان شاء الله. خلاص راجع لكم بعد الفاصل. سامري سعودي. سامريه سعوديه ملكيه، ايش رايك؟ طالع من الاستديو. حياك الله. شكرا لسعاده الدكتور سعد بن محمد الشبانه الملحق الثقافي في سفاره المملكه العربيه السعوديه، انت شرفتنا الحقيقه. الله شكرا جزيلا. نعم احنا ناخذ الفاصل عشان يستعد سعود ان شاء الله. فاصل مشاهدينا، تواصل معكم في ليالي. لا تنسون هاشتاج ليالي الكويت والسعوديه. خليكم معنا.
قولوا للغالي قولوا لا وشو لا بطي وشو لا ما جوالاته مرسولة والحب الله يكفي شر والحب الله يكفي شره قولوا للغالي قولوا لا وشو لا بطي وشو لا ما جوالاته مرسولة والحب الله يكفي شره على مظنوني وصر انتم ما تدروني دمي ما شفتها بعيوني ما تركت عيني من سرى قولوا للغالي قولوا لا وشو لا يرضي وشو لا متى ولدت مرسولة والحب الله يكفي شرى واقضب سكه لقيت ابواب من سكه جيت الطايف والمكه قالوا لي ما شفنا جرى جيت أهل بها وأهل الوادي أنشدهم حضروا بوادي قالوا عود فين الشادي ما جد واسر والمرة وانشد شمر وانشد علوى وهل قطار وهل سلوى قلت انا مبلين بلوى في زين المبسم والمرى Oh, no.
مرسولة والحب الله يكفي شره. حارس عليهم يسلمون أهل السعودية والكويت. صلوش سلام عليك يا حبيب الله محمد. يسلمون يسلمون قواهم قواك الله. يعطيك ألف عافية. عاد نبي بالختام تغني لنا يا دار لا هنتي ولا هاني رايج. عفواً؟ أدري أنت يمكن مو مجهزها. طبعاً. فاجأتك. أنا عبالي بتعقين على السامرية والمناطق والمدن اللي متواجدة في القصيدة. طبعاً جميلة قصائد الشعار وخصوصاً حين يكونون من الأمراء في السعودية الشقيقة. يعني على مثل ما يقولون عندنا في الكويت يسمون سامري هذا الفنطاس السامري الشيوخي. فهم هذه القصائد الشيوخية تكون ملكية. أيه. فيها غزل وحب وعتاب ومديح. فهذه من كلام أعتقد أنه شقيق خادم الحرمين الشريفين وما في شك هو أكيد الأمير محمد بن عبد العزيز الله يرحمه. كلماته عنده نكنيم لقب اسمه فالح شاعر فالح. فهي من كلماته وطبعا الأستاذ الكبير طلال مداح. بس حنا تعودنا يا أهل الكويت ناخذ القصيد الجميل من الشعراء الجميلين في السعودية نجي هني نقلبه ونحوله ونسوي سامري كويتي. اللي تو الشباب ما قصروا وطقوها هذا يعتبر سامري كويتي قريب يعني من القادري. مغيرين شوية فيها. نعم شوية مغيرين فيها. لا نغير لأنهم إحنا نتشابه معهم بالفنون الشعبية. أكيد. بس في اختلاف كذلك كبير يعني بيننا وبينهم حسب الطرق واللحن وطقة الطار والعزف. فهذا يسمونه السامري السعودي الثقيل يعني جدا. طيب. شكرا لكم. يسلم صوتك. يعطيك العافية ويسلم هالصوت على هالسامرية الحلوة. وأكيد بتسمعنا بعد أغاني ثانية إن شاء الله. الحين معانا هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ هاني وفا رئيس تحرير صحيفة الرياض. مساك الله بالخير وحياك الله معانا. يا هلا وسهلا ومرحبا حياكم الله. يا هلا أستاذ هاني، سعداء جدا بهذه المداخلة الهاتفية. كل عام وحضراتكم بألف خير. وخلينا نتكلم شوية عن العلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية خصوصا في مجال الصحافة. وأكيد يعني الكويت والسعودية من دول المنطقة الرائدين في مجال الصحافة والإعلام. وبالتأكيد العلاقات بشكل عام بين المملكة والكويت علاقات متميزة وعلاقات يعني غير عادية على مر الزمن. مثل ما تفضلت في حلقتكم أنه العلاقات تمتد إلى أكثر من 130 سنة. صح. هذا يدل أنها علاقات وثيقة ودائمة ومتميزة في كل المواقف. المملكة والكويت هناك تنسيق دائم، هناك في مواقف يعني تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين. فبالتالي بالتأكيد يعني علاقة متميزة من الصعب يعني إيجازها في عجالة. نعم أكيد أستاذ هاني، إحنا نقول لكم كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير. ومثل ما تفضلت حضرتك وقلت بأن يعني هذه العلاقات الممتدة على مدى سنوات بين الكويت والسعودية أكيد علاقات رسختها الصحافة وكان لها أكيد تأثير كبير. نبي نتكلم على أثر الصحافة اليوم في ترسية العلاقات والتعاون بين البلدين. وبالتأكيد الصحافة وبشكل عام الإعلام أكيد له دور قوي جدا في ترسيخ العلاقات. طبعا العلاقات السعودية الكويتية تحديدا لا تحتاج إلى تقوية، هي قوية بالفعل. ولكن بالتأكيد يعني العلاقات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، التبادل الثقافي، هذه كلها أمور يعني تؤكد على عمق العلاقة وتؤكد على تمييزها واستمراريتها للمستقبل. بالتالي الإعلام له دور مهم جدا سواء مع الكويت أو بقية الدول، ولكن تحديدا مع الكويت أرى أنه يعني هناك في يعني نتمنى أن يكون هناك في أكثر تعاون بين المؤسسات الإعلامية الكويتية والسعودية لما تتميز به العلاقات بشكل عام بشكل قوي وشكل متميز. نعم أستاذ هاني، إذا تكلمنا عن صحيفة الرياض هي من الصحف العريقة بالمملكة وبالخليج، فإذا تكلمنا أيضا عن الانفتاح الثقافي والسياحي والاقتصادي اللي موجود بالمملكة، كيف يمكن للصحافة أن هي تسوق لهذه الفعاليات اللي موجودة على أرض المملكة والتطلعات الخاصة برؤية 2030؟
وبالتأكيد يعني دور الصحافة مهم جدا في هذا الأمر. يعني المملكة عندنا تشهد نقلة نوعية غير عادية. صحيح. المملكة الآن تعيش رؤية 2030 واقع. هي باقي عليها 9 سنين تقريبا، ولكن الآن نحن نعيش رؤية 2030 قطفنا الكثير من ثمارها. فبالتالي بنواجب علينا كإعلام وطني أن نقدم صورة بلدنا بالطريقة التي تليق بها، بالمنجز الكبير، المنجز غير عادي يعني نحن نعيشه يوميا في المملكة، ليس اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، هو كل هذه الأشياء في بوتقة واحدة باتجاه 2030. ومثل ما تفضل كان عندكم ملحق الثقافي السعودي يتحدث أنه بدأت الآن في مراجعات لخطة 2030 التي تتمدد لأكثر من 2030. طموحا مثل ما قال سمو العهد يعني يلا على نفسه. نعم أكيد، الله يوفقكم في هذا الطموح الجميل اللي موجود، ونشوف المملكة في ازدهار وتطور أكثر يا رب. كل الشكر لك رئيس تحرير صحيفة الرياض الأستاذ هاني وفاء، مشكور. حياك الله. والحين ناخذ اتصال آخر من رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الأستاذ جميل الثيابي. مساك الله بالخير أستاذ جميل، كل عام وحضراتكم بألف خير. شكرا جزيلا لكم وشكرا لأهل الكويت، والله يعيده كل عام إن شاء الله المملكة والكويت وأهلها بخير إن شاء الله دائما. آمين يا رب. ومن احتفاء إلى احتفال دائم إن شاء الله. أكيد آمين وياكم يا رب. أستاذ جميل، اليوم الصحافة يعني عنصر أساسي، خصوصا أنها صارت يعني إلكترونية من الصحافة الورقية إلى هذا التحول الإلكتروني، لكن لها دور في توعية الجيل الجديد بالمفاهيم الحقيقية لحب الوطن. اليوم بنتكلم على صحيفة عكاظ، دوركم في الصحافة في هذا الجانب. طبعا بالتأكيد يعني خلينا أول يعني أبارك لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعني على 91 على تأسيس هذا الكيان العظيم. لا شك أنه يعني الصحافة أدوارها كبيرة، واليوم الصحافة السعودية تشهد تحولات كبيرة وتواجه تحديات أيضا كبيرة، وإسهاماتها في توعية الجيل الجديد بمفهوم اليوم الوطني ومفهوم الوحدة واللحمة، لا شك أنه هذا يقع على عاتقه لكون الإعلام الوطني أيضا استهدفاته وفق رؤية 2030 أن يرسم الصورة الحديثة للوطن وكذلك للمواطن، ينسج النجاحات وأيضا يكتب عن التحديات التي تواجه أيضا البلاد. لا شك أنه الصحافة السعودية بوسائطها ووسائلها ومنصاتها جميعا احتفت بهذا اليوم العظيم، أيضا شرحت مفهوم هذا اليوم الوطني واكبت الأفكار الحديثة اللي ممكن أن تقدم للجيل الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو كل هذه المنصات اللي ممكن أن تحتفي بهذه المناسبة. الأكيد أنه الصحافة سواء بشقيها سواء الورقي أو الرقمي أو أيضا الإعلام بشموليته وعموميته يعني ينقل كيفية ممكن أن يصبح هذا اليوم هو دائم لهذه الوحدة وهذه الملحمة ولهذا لتحقيق الهدف الوطني اللي فعلا ينشدها الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة وعلى أيضا كافة المجالات. نعم، يمكن أستاذ الفاضل تقاس أيضا ثقافات الدول بقوة إعلامها وقوة صحافتها بكل تأكيد، فالانفتاح اللي قاعد تشهده المملكة العربية السعودية كيف ينعكس على الصحافة السعودية؟ طبعا لا شك يعني كما تعرفين يعني هنا اليوم ذكرى اليوم الوطني 91 لتأسيس البلاد، الكيفية كيف مجموعة من العوامل اللي لابد أن يكون هناك للصحافة الوطنية دور ومسؤوليات، أيضا هذه المسؤوليات تقع على عاتقها. ما شرحت لك بداية كيفية حتى شرح هذا مفهوم اليوم الوطني وهذه الوحدة وهذه الملحمة وذكريات التأسيس وأيضا ذكريات هذه الملاحم الوطنية الباقية على مر هذه العقود، لأن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن يعني عندما عزم أمره على توحيد هذه البلاد لم يكن هاجس دولة وسلطة، وإنما كان أيضا أعماق رسالة سامية وبعيدة لرفع إنسان هذه البلاد، وأيضا هذه الملحمة تكللت واليوم نشهد رؤية 2030 نلحظ أيضا الصحافة السعودية لكل متابع للصحافة السعودية على مدى الأسبوع الماضي كيفية الاحتفاء والاحتفال أيضا بهذا اليوم الوطني وتقديم الكثير من آراء سواء المؤرخين أو رجال التاريخ في كيف تم يعني عمل هذا
هذه البلاد وهذا الكيان والتأسيس والبناء تأسيس وتوحيد المملكة وكيف أصبح ونعم وكيف أصبحت المملكة اليوم واحدة من دول العالم الأكبر اقتصادا ضمن مجموعة الجي 20 وكذلك أيضا كيف تصدرت أيضا في مجموعة من سواء البرامج التي تهدف إلى الحقوق وكذلك أيضا إلى الداخل السعودي المنصب على الداخل السعودي رؤية 2030 اللي اليوم تركز على جودة الحياة أنا أعتقد أنها واحدة من الأشياء اللي تعنب المواطن وتؤكد على استمرارية هذا الكيان واستمرارية هذه البلاد نحو الوحدة واللحمة والتوحيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك شكرا. رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الأستاذ جميل الذيابي ألف شكر لحضرتك على هذه المداخلة الهاتفية. ويمكن عبد الله احنا من البداية قاعدين نتكلم عن موضوع السياحة يمكن عشان احنا بعد الكويتيين نحب السفر ومن زمان ومسافرين صح ويمكن والله من زمان ومسافرين طول هالسنتين احنا موجودين داخل الكويت والسعودية قريبة منا فاحنا ودنا نتشوق حق الأماكن السياحية الموجودة وكل الضيوف اللي شاركونا الحين في الاتصالات سعودي إذا لاحظت يتكلموا عن رؤية المملكة والسياحة والمناطق السياحية والعمرانية اللي فيها. فأنت قلت قبل شوي أنك جاهز لرحلتك السياحية إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية. ضروري أنا أنطر لشتة عشان يودونا هناك البر والمخيمات وهالأشياء الحلوة وشبة هالنار وأنا أحب الشاي على قولتهم الشاي على جمر عجيب عجيب عندهم من ما يوله على السعودية ومناطق السعودية وشوارع وسكيك وفرجان والسعودية احنا ودنا نروح أصلا برا يعني مو جوا احنا بنروح الحين بس فيديو راح نروح مع تقرير عدو زملائنا عن السياحة بالمملكة العربية السعودية ونتعرف على المشاريع الضخمة اللي موجودة حاليا بالسعودية. نشوف هذا التقرير وراجعين لكم من بعده. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أكيد رجعنا نتواصل معكم في حلقة ليالي الكويت الاستثنائية حلقة اليوم الوطني السعودي ويسعدنا أن ينضم لنا في هذا أو هذه الدقائق هذا اللقاء راح يكون مع الباحث في تاريخ العلاقات السعودية الكويتية الأستاذ عبد الله بن غازي الغانم. مساك الله بالخير وكل عام وحضرتك بخير. مساكم الله بالخير جميع أشكركم على هذه الاستضافة. حياك الله أستاذ عبد الله احنا سعداء جدا بوجودك معنا وسعداء أيضا بهذا الإصدار الجميل اللي يعتبر يعني صراحة كنز وثروة تاريخية جميلة جدا وهو كتاب آل سعود في رحاب الكويت منذ عام 1892 ل 1901. نعم صحيح. نعم. التاريخ هذا كله جمعته في هذا الكتاب. نعم. شلون كان البحث وبداية هذا والله البحث؟ والله طبعا أبدي كلامي في بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الكتاب يمكن اليوم لأغلب الناس يعني لأول مرة إحنا نعلن عنه اليوم في تلفزيون الكويت وما أعلننا عنه الحمد لله لك يا رب أنه جتنا برقيات من أصحاب السمو الملكي ومن الأمير خالد الفيصل من الأمير ممدوح بن عبد العزيز الله يطول عمره وكذلك من سمو الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد الله يطول عمرهم يعني دعمهم لي في البرقيات هذه جعلتني صراحة أفخر في هذا العمل وهو طبعا مولودي الأدبي الأول وتكلمت عن كيفية خروج الملك عبد العزيز من الكويت. نعم. بتفاصيل يعني جلية وواضحة وكيف اشترى الإبل ومن وين شراها وشلون طلع وطبعا واللقاء اللي حصل في منطقة جرية مع الشيخ علي الخليفة الصباح الله يغفر لهم جميعا وهذا طبعا اللقاء الأخوي الجميل اللطيف. أنا ما أقدر أقول علاقات الكويتية السعودية أنا شيء أكبر من ذلك بكثير إذا بنجيبها تاريخية من أول من أيام الشيخ جابر العيش إلى أن بيبها الشيخ مبارك الصباح الله يغفر له ويرحمه وكذلك الملك عبد العزيز والإمام عبد الرحمن والأمير محمد عبد الرحمن وعبد الله بجلوي. وحقيقة حصل بعض الأمور داخل الكويت يعني حاولت قدر المستطاع أقول فيها استخدمت في الكتاب لغة رشيقة لينة مطواعة لا تهبط في مستوى الفخامة العلمية بل ترتفع قيمة المعلومة في فضاءات الإبداع. الله. فبحثت عن اللفظ الجميل بلفظ جليل كتبتها من غير تكلف وإطالة لمثل ما حصلت ومن غير زيادة
والكمال لله جل جلاله وعظمه شأنه. ومن طبع عبيده النقصان والنسيان، فإن أخطأت فمني والشيطان وأصبت فمني الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الله من الصائبين. يعني إحنا قاعدين نشوف أن بادي حتى من نسب آل سعود، بادي من شيوخ الكويت وشيوخهم، يعني التسلسل الزمني مهم جدا بالنسبة لك في هذا الكتاب. نعم صحيح. طيب السؤال ما يخالف إذا تسمح لي فيه، أنت صغير بالعمر لكن أخوي عبد الله، شلون قدرت توصل لأخبار تكون صحيحة ودقيقة من عام 1892؟ طبعا إذا كان الإنسان لديه شغف ما راح يكون العمر له دور. أي. على ما يقولون الشاعر، العمر له دور في أحيان والأحيان شرط ما نعده، لأن أساسا العمر هو رقم. ولكن كيف انه يكون تضربين عمرك في اثنين فيكون عمرك 60، ما يكون عمرك 30 ولا 40 ولا 50. فلذلك لما كان لي الشرف اني اثنيت ركبي امام اساتذتي ومعلمي الدكتور يعني راشد او الدكاتره الدكتور عبد الحميد او من سواء في المملكه العربيه السعوديه او من اساتذتي بالكويت، يعني ما ودي اذكر اسماء واخلي اسماء. وحقيقه يعني من كبار السن، يعني انا ترى ما عشت يعني مع شباب عمري، لا والله عشت مع كبار السن واخذت منهم ومن علمهم، وشوي اسجل تليفون وشوي اعرف ايش. والله اذكر شايب طول معي تقريبا شهر كامل، يا الله انه اعطاني معلومه. بارك الله فيك. كاتب المصادر كلها والمراجع كامله. بارك الله فيك، واللي يجالس الكبار يكبر، وانت دائما ان شاء الله كبير منورنا الحقيقه. وشلوك للسعودي الحلو. والله هذا أقل شيء طبعا. نعم. نقدر يعني السعودية والكويت. أيه. ما هو لوك ولا شكل، لأن احنا متشابهين في كل شيء. هي مؤازرة في مثل هذا اليوم بالضبط. ودائما احنا متشابهين بالضبط. أكيد. بالضبط. أكيد. أستاذ عبد الله، مثل هذا الكتاب الضخم والفخم ومعلومات يعني غيمة أكيد، كم خذ منك وقت الحقيقة؟ يعني سنوات، أشهر، ولا أقل من ذلك؟ هذا جزاك الله خير على هذا السؤال أخي سعود، لأن الكتاب حقيقة الواحد يقرأه في ساعة ولا ساعتين، ولكن ما يعلم مدى صعوبة الكاتب أو المؤلف. نعم. نفسه. نعم. فلذلك الكتاب هذا أخذ مني تقريبا 7 سنوات. ما شاء الله. وما بين سفر وما بين روحة، واسمع لي والله يقولون فلان أخذ ترى عنده معلومة له قصاصة أوراق، والله طق سيارتي سفر وله وأقعد معه. وطبعا شوي الشيبان يعني ما يعطونك المعلومة لما تسلم عليه وتقول لفلان، وها إلى أن عقوتهم تصير لازم يكون عندك صبر، لأن البحث لازم يكون عندك صبر، لأنه يحتاج أنك تأخذ المعلومة بدقة وتسمعها من أكثر من مصدر. نعم. أما لما أقول والله قال جدتي وقال جدتي ما راح أخلص، لأن كل واحد مو يعني هم يخطئون، ولكن لما تكون هناك وثيقة أو ورقة تم التصديق عليها بتاريخ معين وبوقت معين وبهذه السنة نفسها، هذه ما في شك تكون يعني. بس سامحني أستاذ عبد الله، في شيء يصير تاريخيا يسمونه نقلا عن الأفواه، يعني أنت تقول قال لي فلان أو علان، يعني مثل إحنا في تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت، ما أدري إذا الحقيقة تابعتنا ونكون فخورين. أكيد أكيد. عندنا حلقة الله يسلمك حاورنا فيها الأخت العزيزة طبعا شيخ حبيبي الصباح. أيوة. وتحدثنا في هذه الحلقة، إذا ما أدري أنت موجود في هالكتاب، عن الرضاعة اللي ما بين الملك سعود بخيرين. نعم. وأخته بالرضاعة الشيخة مريم. نعم. هذا صحيح. مذكور الشيء في كتابك؟ نعم صحيح. نعم. أي. وإحنا طبعا موضوع الرضاعة ما شاء الله. أي. يعني الملك سعود الله يغفر له. نعم. يعني رضع يعني من أكثر من مرضعة. أي نعم المرضعة. نعم. ولذلك يعني اندل هذا الأمر دل بأن البيوت مفتوحة. الله. والعلاقة جميلة تجمع. نعم. حتى بين الشعبين يعني. ولذلك أنا هم انطلق من سؤالك هذا. نعم. أن الشيخ مبارك رحمة الله عليه لما جو الأسرة المالكة جو الكويت، ترى في الكتاب أنا ذكرتها أن طلب من الإمام عبد الرحمن الفيصل. نعم. وقال لأبي مجلسي اللي حضرون فيه أبي عبد العزيز وإخوانه وعيال عمه. ولما كانت تأتي الفرقاطات العسكرية الروس والبريطانيين والألمان، ويكون فيها كان يجلس الملك عبد العزيز، وكان دائما حية شيء أنا أثر فيني بأن الشيخ مبارك كان يرسل للملك عبد العزيز، فكان يقول والدي الشيخ مبارك. فهذا أندل دل على يعني العلاقة بين القادة طبعاً. أثرت فينا إحنا كشعوب.
أكيد صارت القادة بالأخوة الحقيقية أخوة جميلة. نعم دائما إحنا نتكلم على التشابه اللي موجود أستاذ عبد الله بين الشعب الكويتي والشعب السعودي، وحضرتك من خلال هذا البحث التاريخي من 1892 ل 1901 يعني أكيد مريت على مراحل من هذا التشابه اللي موجود بالقدم، شنو من الأشياء والمعلومات أيضا اللي يمكن نبي نختصرها ونقولها حق المشاهد خليه يتشوق إنه يحصل على نسخة أيضا يقرأها؟ إن شاء الله بالنها. طبعا الكتاب حطيت في بيوت الأسرة المالكة، طبعا المشهور بأنهم مسكنوا في بيت واحد، ولكن الحقيقة أكثر من بيت في شرق، طبعا في منطقة الوسطى اللي هي الآن وين سوق السراريف، سوق المباركية. أبد وانت ماشي على نهاية السراريف في مسجد العديك اليمين، البيت يكون في هالجانب هذا. نعم على يدك اليسار. عفوا، هل اللي اسمه فريج سعود؟ هو فريج سعود لأن قصر الإمام عبد الرحمن مساحته طلعناها احنا حتى حطيت المخطط مال البلدية نفسها 1289 متر من دورين، وكذلك مجلس خاص، وقدامه بيت الأمير محمد بن عبد الرحمن يسمونه المصطفق، ويحده طبعا هذا جنوب، يحده دروازة ابن دهيمان. وإذا كنت بتتكلم عن الجهة الجبلة وانت رايح لبراحة بن بحر وفيها بيت الملك عبد العزيز، ونيت حق الأمير عبد الله بن جلوي الله يغفر له ساكن في دروازة صوب دروازة العبد الرزاق اللي هو فريج الحساوية. ولذلك الأمير عبد الله بن جلوي لما حكم الحسا ما هو بشيء غريب، لأن علاقته أساسا مع الحساوية والبحارنة علاقة قوية من فريج الحساوية. نعم فريج الحساوية في هذا الأمر. نعم. حقيقة حطيته ووضحته بشكل يعني مبسط، واستخدمت فيه طبعا لغة عامية ولغة يعني بدون عن الأكاديمية بعيدة. جميل. نعم. جميل. يعني فعلا احنا قاعدين نشوف طريقة سرد الحكايات بتواريخها بالوثائق، كل شيء موجود تحفة. صور عن الوثائق اللي هي أصلية وحقيقية. نعم. فيعني صراحة مجهود كبير جدا تشكر عليه اخوي عبد الله، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. والله هذا الشيء ما هو لي انا شخصيا، هذا يعني انا مواطن كويتي وقدمت هذا العمل، فاقول يعني عندما قدموني هؤلاء الفهود لكي يتكلم امام الاسود لست افصحهم كلام، ولكن صغير القوم خادمه، وانا اتشرف اني اخدم دولتي الحبيبه الكويت والمملكه العربيه السعوديه الغاليه، أن أعمل هذا العمل يربط بين العلاقات الأخوية بين البلدين. الحمد لله. جزاك الله فيك. كثر الله من أمثالك. الله يعطيك العافية. يمكن الجزء الثاني تسوي لنا من بعد توحيد المملكة. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. إن شاء الله. وأيضا يعني في كثير من الأمور اللي ممكن تسهب فيها في كتب أخرى بإذن الله. وهذا دائما الكتب إذا حسويت الطبعة الأولى جوك الناس وتكلموا وياك وعطوك من المعلومات والأوراق ويصير في طبعات أخرى. صحيح. شكرا جزيلا لك أخوي عبد الله غازي الغانم، يعطيك ألف عافية ونشوفك على خير دائما بإذن الله. شكرا جزيلا. شرفتنا أستاذنا الكبير. بنروح الحين ويا المشاهدين سعود وهذا إلى تهنئة من أهل الإعلام وأهل الفن يهنون أكيد أشقائهم في المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الوطني. خلينا نشوف ونتواصل في حلقتنا في ليالكم. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا نتواصل معاكم اكيد في حلقه ليالي الكويت واليوم الوطني السعودي. يسعدنا ان نرحب في هذا اللقاء وهذه الدقائق الجايه بالفنان الكبير طارق العلي واللاعب الدولي السابق الكابتن بشار عبد الله ولاعب نادي القادسيه والمنتخب الوطني الكابتن فهد الانصاري. مساكم الله بالخير وحياكم الله في ليالي الكويت. مساكم الله بالنور. يا هلا ومرحبا، ونقول بالمبارك علينا كلنا هذا اليوم الوطني الكبير السعودي 91. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأمن والأمان والرخاء دائما للمملكة العربية السعودية وخليجنا الغالي. ومشكورين يعني تلفزيون الكويت على هالحلقة المميزة اللي يعني ميزت حتى الحدث، وهذا اللي احنا دائما نقول خليجنا واحد، فرحتنا فرحتهم. الله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان وهالفرحة، ويحفظ كويتنا وسعوديتنا وبحريننا وإماراتنا وعماننا وقطرنا وخليجنا كله إن شاء الله من العين والحسد إن شاء الله. آمين. وإحنا يعني إن شاء الله خلال الأيام الجاية مع احتفالات كل دول مجلس التعاون راح يكون عندنا ليلة خاصة باحتفالاتهم القادمة بإذن الله، نستأنس مع أهلنا وأصدقائنا أكيد بكل الخليج العربي. طبعا الكباتن أشهر من نار على علم، فحابة أبدأ مع حضرتك كابتن عبد الله وناخذ منك كلمة مباركة لكل أهل السعودية ولكل أهلنا بالخليج. طبعا مبارك لهم إخواننا وأهلنا
قرايبنا في السعودية على اليوم الوطني، واليوم اللي شفناه في الكويت صراحة يعني شيء يترجم العلاقات بيننا وبين السعودية في الأفراح اللي قاعد نشوفها في كل مكان. طبعا شكرا لكم، شكرا تلفزيون الكويت، شكرا للبرنامج الكويت على هذه الاحتفالية، هذه المناسبة، وأيضا شكرا أن سنحت لنا الفرصة أن نشارك أخواننا في السعودية هذه الفرحة، وإن شاء الله من أفراح إلى أفراح سواء السعودية الكويت كل دول الخليج. هذه يعني علاقات تمتد مو بس يعني علاقة أهل، نسب، جوار، تاريخ، مواقف، فحدود موجودة، لكن أيضا يعني الترابط، علاقة الدم هي دائما مفتوحة. نعم، راح نتكلم عن علاقتك كابتن بشار الخاصة بالمملكة وتجربتك فيها، لكن مرحب أيضا بالكابتن فهد الأنصار اللي أيضا كان لك تجربة في المملكة العربية السعودية، شو تقول بهذا اليوم؟ مساك الله بالخير وشيء جميعا إخواني الكبار بشار عبدالله وطارق العلي. طبعا أنا سعيد أني أكون موجود معكم اليوم وفي الاحتفالية اللي الكل صراحة، وشكرا لكم أنكم خصيتونا أن نشارك أخواننا في المملكة العربية السعودية على احتفالهم في هذا اليوم الوطني، اللي صراحة هم دائما ما يكونون سباقين في مثل هذه الاحتفالات. لما يمكن احنا شفنا يمكن حتى لما كنا عندهم هناك، فمو غريبة المواقف هذه بين دول الخليج. نعم. احنا طبعا يعني ما ادري نبدي كرة ولا نبدي فن، ايش رايك؟ احلى شيء اكبر قدرا وسنا حبيبي الله يعز قدركم. احلى شيء الحين في كلامنا اكثر اثنين تكلمنا وايد واطول واحد تكلم شويه. لا كثر كلامك تحرش فيه. بالعكس انا احنا فن ولا رياضه كلها فيها روح جميله وتربطنا مع بعض. طيب شلون في تعصب بالرياضة؟ يعني احنا قاعد نشوف دائما يمكن بطولات كأس الخليج تكون القمة هي مباراة الكويت والسعودية، سواء كانت في الأدوار يعني المقدمة أو حتى في النهائي. الحب هذا وإنه ما تكون بطولة إلا لما تكون فيها الكويت والسعودية، والإحساس هذا شو أنا كجمهور هذا الكوابتن يعني كبار يعني نفتخر فيهم ونعتز، ومثلونا خير تمثيل، مثلوا الكويت في سواء بالمنتخب ولا انديتهم حتى في احترافهم وحتى في تحليلهم. صراحه يعني نشوف حتى كوابتن عندنا كابتن بشار، انا بالسابق انا بشار للحين كابتن، فسالفه السابق هذه مو وظيفه، لاعب سابق لاعب ولا لاعب، انا للحين اشوفك تلعب من خلال تحليلك. صحيح، هذا رايي الشخصي. اجد بشار وايضا الكابتن الكبير فهد اللي هم يوم كنا في المملكه اكرمنا في بيته وما قصر. يعني اليوم نشوف اكثر من اسم، وليد علي لما اليوم اشوفه في روتانا خليجيه، انا اقول انتم للحين قاعد تلعبون دورة الخليج، احنا عندنا لها كيان خاص. يعني انا اقول لكم نفس يعني يمكن اهميتها كاس العالم، لان هذه لها تحدي خاص بيننا احنا. صح ربع. صح، هذا احنا راينا كجمهور، عاد الراي الفني والرياضي عند الكوابتن. نعم. بس انا اليوم محمد احنا جمعناك كونك تجمع بين الفن والرياضه، انا رابطها كسعود اليوم وسعود نفس الشيء ما شاء الله، ويجمع بين الفن والغناء والصوت الجديد والعين. لا لا سعود اليوم انتم ماخذينه باكج، يقدم يغني من سعود عادي. لا بس فنان جميل وشق طريق، الله يوفقه ان شاء الله. اطالبك سامريه، وبما ان في رياضه نبي الحين شيله رياضيه. شيله رياضيه من نسمعها من كابتن بشار. نعم حاضر. الصامت بشكل شديد. ابو محمد منورنا اكيد، والكوابتن ما في شك، لكن ودنا نعرف يعني رأيك في ما شاء الله الأعمال الفنية السعودية الأخيرة، سواء على صعيد المسرحي أو الدرامي أو السينمائي مثلا. أنت ما شاء الله يعني من الكويتيين المتواجدين باستمرار في المملكة الشقيقة، لك علاقات وصداقات وأعمال كذلك، يعني فودنا نسمع رأيك. بالعكس اليوم الإعلام السعودي أيضا أخذ منحنى جميل وخط رائع، واليوم اهتموا ايضا قضية الفنان سواء مطرب او اي فنان. اليوم يعني هيئة الترفيه بقيادة الاخ العزيز بو ناصر، ونقول الحمد لله على سلامتك مع المستشار التركي علي الشيخ. وهذه طبعا رؤية القيادة الحكيمة، طبعا الله يحفظهم حكام السعودية. عملوا نقلة
نقلة يعني كان الفن موجود السعودي ويدشون دورات أو مهرجانات يفوزون ويعلهم أعمال يعني طاش ما طاش في أعمال كثيرة فايز المالكي الأسماء الكبيرة لكن السنوات هذا التمهيد اللي جعل الأنظار العالم تتجه إلى المملكة العربية السعودية كإعلام اليوم كل فنان حريص أنه يقدم من يشوف رقم سعودي أكيد طالبيني هو ليش لأنه وده يشارك في هذا الاحتفال الكبير اليوم هيئة الترفيه غطت يعني السعودية كفرق بين أنا وأخوي يسأل علي الله يمسيه بالخير مثل منتج معين الآن هيئة الترفيه وفرت عندهم هيئة الترفيه عندهم أيضا السياحة في ومناسبات جعلت كل فنان حتى الأوروبي والأجنبي قال باختصار قال يبقى ليش سافر من هو بتروح تحضر له حفلة عندك وباختصارها عشان لا أخذ وقت الكوابتن يعني عملوا نقلة كبيرة بالفن والإعلام اليوم القنوات اللي تابعة للمملكة العربية السعودية تنهض بالفنان ومسلسلات شقالة لهم وهذا الصح يعني فاليوم الفن السعودي موجود ولكن أيضا لقى الدعم الكبير والدفعة الباور أكثر نعم. اللي من القيادة الحكيمة لهم والرؤية الجميلة اللي أيضا تقود البلد الله يحفظها المملكة العربية السعودية إلى الأمام والنظرة الإعلامية اليوم أيضا أنت الإعلام هو واجهتك بعد يعني مثل ما إحنا اليوم نفتخر في رياضاتنا صحيح. ما علينا من مستوى يصعد ينزل هذا رياضة زين لكن اليوم إحنا نفتخر بشبابنا صحيح. منتخبنا ما عليه لكن اليوم أنت عندك شغلات هي الواجهة لك الإعلام اليوم قاعد تشوف برامج في الإعلام السعودي بما أن احنا نتكلم عنها يعني هم عندنا بالديرة والخليج في برامج حلوة لكن اليوم نقول لك في برامج اليوم أقول لك في برنامج أنا تابعه شفنا المملكة العربية السعودية كسياحة في آراء يعني برامج خصصوا في قناة بي سي فاليوم الإعلام أعطي الفرصة والباور لإظهار الصورة الجميلة أيضا وللمملكة العربية السعودية. نعم أكيد هنيئا لهم يعني بهذه الرؤية وتطبيقها على مستوى الإعلام وأيضا على مستوى الرياضة. كابتن بشار نتكلم عن الرياضة تجربتك هناك في الاحتراف الرياضي في المملكة. شوف يعني قبل أخذ التجربة هذه يعني كنت دائما أشعر أن في علاقة بيني وبين الجمهور السعودي يمكن تذكرت وتكلمت عن المباريات بين الكويت والسعودية شلون كانت خصوصا بوقت يمكن كان ديربي الخليج صح فدائما جمهور كرة القدم جمهور الرياضي بشكل عام يرتبط باللاعب أو يرتبط بالفريق بالمشاعر بالفرحة بالحزن بالمرارة فهذه اللي تخلي الجمهور يحب اللاعب أو يكره اللاعب أو يحس بارتباط فلما كنت ألعب ضد المنتخب السعودي يعني كانت فيه مواقف مواقف زينة ومواقف مو زينة فهذه المواقف هذه المباريات الكثيرة صارت في بيني وبينهم علاقة يمكن بالملعب علاقة سيئة بيني وبين الجمهور أو هم يسوون دورهم وأنا أسوي دوري هم دورهم إنه يشوشون علي وأنا دوري إنه أسجل صح. بس مجرد ما يعني حتى لما كنا نروح نلعب مثلا بالسعودية كأس خليج تصفية كأس العالم كأس آسيا أولمبي كل المباريات كل البطولات لما كنا نروح مثلا بمجمع أو بلوبي بفندق نفس الجمهور اللي كانوا أمس مثلا يصرحون ضدنا يسلمون علينا ويسوفون لأن خلاص هذه مجرد 90 دقيقة فقبل لا ألعب هناك وقبل لا أروح كانت أحس أن في علاقة يعني بيني وبينهم لأن من هذا الديربي أو من هذه المباريات فصارت في علاقة وين ما أروح وين ما أسافر يوني لأن الجمهور عبد الله يتذكر أكثر منك كلاعب يعني الحين للحين في ناس يذكروني في مباريات أنا ما أذكرها لحظات أنا ما أذكرها لأنه هو حس هو شعر هو استانس ضاق خلقه أنا بملعب بالي كله بالكرة فيت تجربتي وكنت يعني تشرفت أن أكون تم اختياري أن أمثل نادي مثل الهلال هني خلاص يعني ما أدري شلون أوصف لك بس أنا ما أشوف نادي الهلال كأنه هو سعودي وأنا كويتي يعني هذه مو موجود أنا أحس أن
أنا مرتبط بالكيان، أي مرتبط بالكيان بغض النظر عن الجنسية. فهني وحتى لما يشوف لما جماهير الهلال أو إدارة الهلال الحين، إدارات الهلال الحين يتواصل معها لاعبين الهلال، فحتى الجماهير لما يشوفوني ما يفكرون إن أنت كويتي أو أنت لعبت بالهلال، خلاص أنت منه، أنت واحد منه، يناقشوني ويسولفون معاي وذا. فهذه يعني هذه العلاقة أو كرة القدم الرياضة بشكل عام خلت علاقتي معاهم يعني أقرب من أي وقت، وما عمري حتى لما كنت ألعب كنت يعني بين قوسين مسمى محترف، بس ما كنت أحس إن أنا محترف وأنا فرق أو إن أنا يعني لاعب مثل ما. بس أكيد بعيوننا وعيون الشعب السعودي حضرتك محترف وكابتن أكيد على مستوى نفخر فيه ومثلت الكويت أكيد خير تمثيل. أيضا بالنسبة حق الإي تي شرينا جهازه بشار على اسمه كل اعضاء يطلع الحين بشار. كابتن فهد، يمكن كرة القدم مهما كانت عندنا بالكويت مهمة جدا والرياضة الشعبية رقم واحد، لكن بالسعودية كرة القدم هذه شيء يعني لا يقارن بأي شيء آخر. حب الرياضة وحب كرة القدم بالذات ايش كثر يعني أثر فيك كلاعب؟ فعلا أنا شفت يمكن يعني بالخليج، خلينا نتكلم عن الخليج، ما شفت دولة نفس السعودية باهتمامها بفرقها برياضتها. ويمكن أنا بزيد على كلام أبو محمد شوي لما قال شلون اهتمامهم بالإعلام. تخيلوا أن أي دولة بالعالم الحين إذا تبي تتطور تكون واجهة أي دولة عن بواب طريق بوابة الرياضة، فإذا تطورت رياضتها راح يعني الدولة تنشهر وتنعرف برياضتها. حتى الفن أنا بس قاعد أقول لك شلون الرياضة تغير حتى الدول. فيمكن حتى تو أبو عبد الله قال الشعور اللي كان يحسه بينه كلاعب والجمهور، هذا شعور نحسه أصلا مو بس مع الفرق أو الإدارات، هذا نحسه حتى مع الجمهور برا. يعني إحنا مثلا أنا لعبت بالاتحاد، لما ألعب ضد الهلال والنصر ما ألقى إلا تقدير من جمهورهم ومحبة، لأن يمكن لأنك كويتي. يمكن لو جنسية ثانية يمكن يقول لك لا عادي أشجع ضده يعني أحاول استفزه على الأقل بالملعب، لكن للأمانة إحنا شفنا عكس هذا كله سواء داخل الملعب أو برا الملعب. نعم في تنافس ومرات تنشحن المباريات وتوصل يعني مشحونة تكون المباراة، وأنتم عارفين الأجواء داخل الملعب يعني، لكن برا الملعب اخوان حبايب اكثر من هذا. شوف انا تم كلامه الكابتن وليد علي، اخواننا يعني يذكرون الجول في دوره الخليج اللي نعم. فالان صار محلل في روتانا، فيعني يقول انا تدري هذا ما ينسى مثل ما تفضل عبد الله قال الجمهور ما ينسى. فلما يعني نادوه محلل رياضي عندهم لقى، عارف ان هذا اللي قول علينا، لكن لا لقى الحفاوه لقى الترحيب، حتى الجمهور السعودي رحبوا فيه بغض النظر انه قول عليهم مثل ما تفضل ان وقتها 90 دقيقه وانتهى، لكن الجمهور كان مستقبل. تتم الكلام ان الجمهور السعودي جمهور رهيب على مستوى فن ولا رياضه، يمكن التعصب الرياضي كون اقوى مركز اول مركز ثاني حلاوه التعصب ايه حلاوه يعطي ايه الدوري، لكن الفن ايضا. احنا كان الجمهور السعودي يتعنى يجينا دول الخليج، يوم كنا نعرض مثل نروح دوله الامارات، مملكه البحرين، دوله قطر، سلطنه عمان، تلقى اسر سعوديه بالكويت يجون. حتى بالكويت كنت تتاخر عروض ابو محمد علشان يوصلون للمرحله ايه بالحدود عشان لا اخذ وقتهم. مره دق علينا، لا ما اخذت وقتنا انت ماخذ طولي الله يسلمك. لا عشان احنا نقول لك ان هذا الشعب جميل يعني، وأهل الخليج كلهم روحهم جميلة يعني صح. لكن دق علينا واحد قال أنا يا جماعة جاي من الرياض، دق على الشباك، فأقدر ألحق عليكم؟ وطبعا أربع ساعات على ما يوصل الخفجي أو شغلة كذي يعني. قلنا له يبغى يعني يوصل، إحنا عرضنا 8:30 يوصل 8 هذا على ما يوصل. قلت له يبغى أنا راح أخر العرض، قولوا له راح أخر العرض علشانه. المهم والله 9 صار على ما خرج ولا يه
وعائلته يرى أنه هلي جايين بيشوفون المسرحية ويشوفونها ويرجعون. هذا أيضا ميزة جايين مخصوص فقط للعرض المسرحي. يتعنون يعني جمهور غصبا عليك تعشحه. عفوا أبو محمد، يعني كانوا يتعنون لك بس الحين ما شاء الله أنت تتواجد عندهم بشكل دائم. إيه هل نفس التفاعل اللي كنت تشوفه هني لقيته هناك أيضا؟ هناك موجه. أنا معي مستشار تركي على الشيخ كان، وأنا بسميه دائما الجوكر ما شاء الله. يعني لما استلم الرياضة عندهم هيئة الرياضة صرصر بالمسمى صح، دعانا دعا الفنانين والرياضيين، كان في شعار الهيئة أو الاتحاد كفنانين ووجبنا وحطنا بالصفوف الأولى من يعني المفروض مثل الرياض. لما صار على هيئة الترفيه والإعلام وهذا أيضا دعانا كفنانين وقال لي ترى راح تفتر المملكة كلها. قلت فخر لنا حاضرين يا أبو ناصر. الله يشفي ويعافي. هم يعني الأمانة يعني جدا مهتمين. صحيح. والأمانة إن عندهم حب كبير للكويت، يعني هذا مو بس بالمملكة، حتى لما توني من دولة الإمارات أيضا لما نروح الخليج نلقى هذا الإحساس الخليجي الجميل. الكويتيين لا يعني فرقة خليجية ولا هذا يحبونهم اليوم. ودائما السؤال شجع أي نادي؟ انت تورطي. لا هناك ما في، انا اشجع الأندية اللي بالحسه صباح الخير. اقول لك ما راح احنا الشرقيه والنعم كل الجميع نبدا اكيد نتكلم مع حضراتكم، بس خلونا ناخذ هذه المداخله من المفكر السعودي الكبير الاستاذ علي لهويريني. مساك الله بالخير وحياك الله استاذ علي. يا هلا والله ومساكم بالرضا ومساء الحضور الجميل جميعكم الحقيقة في هذا البلد الرائع، منبر الإعلام الحقيقي الذي ورث بيروت والقاهرة ليكون في السبعينات هو المصدر الحقيقي للثقافة في الخليج. نشكركم، وأريد في هذه المناسبة أن أبارك لوطني في يومه الوطني، أبارك وأهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وأولئك الرجال الذين حرصوا أن يكون هذا الوطن دائما يحقق القسم الأعظم وهذا البلد الأمين. أشكركم هذا الاهتمام الرائع. عفو واجب. فليس بغريب فتاريخ المملكة العربية السعودية ويوم مولدها لا نذكر الصفحة الأولى إلا ويأتي الكويت في السطر الأول. هذا ما جمعنا قلوبا وقلوبا يجمعها الله لا تفرقها الجغرافيا. هذا هو الكويت، أهلنا ونحن أهله، يحس بوجعنا ونحس بوجعه ويفرح لفرحنا ونفرح لفرحه. فبوركت السعودية وبوركت الكويت. آمين يا رب العالمين. آمين. طبعا يعني كلامك الجميل هذا ناخذه ونتكلم عن أقصى معاني الحب وهو أسمى المشاعر. لما تحب الوطن هي محبة قد تكون أعظم أشكال الحب. شلون نقدر نتكلم عن الحب للأبناء؟ شلون نقدر نوصل هذا الشعور السامي لكل من يسكن على أرض بلده؟ شلون نخلي حب الوطن هو رقم واحد، الارتباط بالأرض هو رقم واحد مع جيل قد يكون يتجه إلى العولمة بشكل أكبر؟ إن قدوتنا في حب الأوطان هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان قلبه فيه رعد على بطين مكة. من جادل الله في واد له وطنا ببطن مكة واد يابس الجرد غير النبي الذي في قلبه رعد على البطين ونعم الرعد بالرعد. من أجله قبلة الإسلام قد حرفت وجها تقلب يرضى قبلة الأبد. محبة الرسول لبطن مكة جعلته يتمنى القبلة أن تكون مكة، فقال الله لنولينك قبلة ترضاها، ما قال أرضاها بل ترضاها، تقديرا لحب وطنه. فالله يشكر لمن يشكر للوطن. هذا هو الحقيقة في حب الأوطان نغرسه في أبنائنا. والمملكة العربية السعودية
والمملكة العربية السعودية من بطن أرض الكويت الكريمة خرج ذلك الفلاح الذي صنع معجزة فوق الرمال، جاء إلى سدرة في قلب وادي حنيفة وسقالها فبوركت تلك السدرة وأفاءت هذا الوطن من وراء الدهنة إلى ما وراء الشرات ومن وراء الصمان إلى ما وراء الحصاد، جمعها جنة خضراء نحن تحتها ما بين أخو وبن عم، هذا هو الوطن. وأحيانا أسأل هذه السدرة التي أسألها ما بال أقوام أحيانا يعملون فؤوسه في جذع السدرة، ما بين غني أغنته من خيرها وخيره لغيرها، وما بين صاحب رأي مجادل يضربها بفأس الرأي وهو يعلم أنها لا تقبل الرأي إلا إذا جاء من بوابة العقل. وأسألها أيها السدرة الكريمة أيذعك ضرب الفأس؟ قالت لا، إنما يحزنني أن تكون يد الفأس مني. وهنا حضنتها وأنا أردد اهجريني يا نجد مليا فلفكري فيك أخذ ورد، كنت معبرا للعير زمانا فأتاك ذو القرنين يتبعه السد، ذاك عبد العزيز قال صوتا جليا إن نجدا لم تعد بعد نجد، أصبحت في دولة عظمى لها حد ونظم وقيم ومجد. هذا هو قراءتي عن هذا الوطن، وكل يجب أن يحب الوطن، فالله أمر حب الأوطان وزرعه في أنبيائه، فانظروا إلى موسى وانظروا إلى غيره من الأنبياء الذين حاربوا من أجل الوطن. عليه الصلاة والسلام كان يحارب في حرب الفجار ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بجانب من يسجد لهبل، ما قال هذا مشرك وهذا مختلف، الوطن وطن نحن فيه شخص واحد قلب واحد. بورك المملكة العربية وبورك الكويت، هذا المنبع المنبع منبع نور الخليج وإعلامه. شكرا جزيلا لك. فقط في العلم ففي الرياضة والثقافة والعلم فلنا مع الكويت قصة لا يمكن أبدا أن تفصل ما يعني يسمى فصولها. أستاذ علي إحنا سعداء جدا بهذه المداخلة، خصوصا لما تكون يعني شاعر ومفكر فتعطينا الفكر بمنتهى الشاعرية. نتمنى إن شاء الله نشوفك قريبا تنورنا في ليلة جديدة من ليالي الكويت، أيضا تكون موجود معنا ونتكلم بشكل أكثر إسهاب. شكرا جزيلا لوجودك، وكل عام وكل أهل المملكة بخير وازدهار يا رب. وأنا أشكركم شكرا جزيلا وأشكر هذه المودة الدافئة، فالكويت منه خرج تاريخنا، وإذا عرض تاريخ المملكة فالكويت دائما في الصفحة الأولى. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك وحياك الله. شرفتنا. نعم نرجع حق أجواءنا الرياضية سعود. نعم حق الأجواء الرياضية وفنية. فنية أكيد. مو الرياضة فن. تبون نتكلم عقبه؟ الحقيقة يعني فيلسوف عربي كبير موضوع آخر شيء ما يصير نتكلم عقبه يعني بيطلع كلام لا لا هو داخل تكلم كشاعر وكمفكر وكلام جميل. أنت اليوم أيضا لك فلسفتك ولك كلامك الجميل ومتابعين الرياضة. خلينا نتكلم عن الاحتراف، تطبيق الاحتراف. أنتوا طبعا يعني ناس احترفتوا بالسعودية وشفتوا هناك طريقة تطبيق الاحتراف، هل اختلف الحين عن ما كنتوا موجودين فيه؟ وهل يمكن تطبيق النظام هذا بشكل يعني كامل عندنا بالكويت؟ يمكن فهد؟ يعني تطبيق الاحتراف هذه يبي لها يمكن حلقات وفي كل دولة مو بس في السعودية. سنة عن سنة لازم تصلح السلبيات الموجودة، يمكن أيام الكابتن بشار غير ايام اللي انت كنت فيها. ايام اللي كنت فيها غير السنه هذه غير السنه اللي وراها. في كل سنه للامانه يعني الدوري السعودي يزداد قوه وتتلاشى السلبيات اللي في رياضتهم
وشنو الأخطاء يتم تصحيحها يعني. فهذه الميزة لما تقولين فيه فريق عمل كبير يقوم في تصحيح الأخطاء لتطوير الرياضة. وبالنهاية الرياضة يعني ترجع بشكل مباشر على المملكة العربية السعودية، وهي واجهة، ونفس ما قلت قبل شوي، واجهت اي دوله بوابه الرياضه يعني بشكل كبير. نعم اكيد موضوع الاحتراف يعني كابتن بشار موضوع وايد كبير، لكن اذا بنتكلم عن المنشات الرياضيه اللي موجوده هناك في السعوديه شلون شفتها؟ اشوف يعني مثل ما قال فهد يعني الفتره اللي انا رحت فيها تختلف من الحين، لكن الحمد لله يعني انا كل فتره تجيني دعوه او احضر مناسبه رياضيه في السعوديه، وقاعد اشوف التطور اللي قاعد يصير يعني في الملاعب، مو بس في كره القدم، يمكن احنا نفيد نركز اكثر على كره القدم، لكن التطور اللي قاعد نشوفه في كل الالعاب يعني. السعوديه حصلت على فضيه في الاولمبياد اللي من كم شهر في طوكيو، كانت يعني اقرب للذهبيه. فالتطور اللي قاعد يصير في السعوديه مثل ما قال طارق بالفن في كره القدم، لكن على جميع الاصعده، والبنية التحتية أو المنشآت في كرة القدم مهمة جدا، مهمة في الرياضة ومهمة في كرة القدم. هي تعطيك يعني اللي يعني مثلا أنا وفهد أو المتابعين يشوفون الأمور الفنية، يشوفون المباريات، يشوفون اللي ما يحدث وراء الكواليس، يعرف التطور. لكن المشاهد العادي يشوف الشكل العام، يشوف الملاعب، يشوف الإعلام، يشوف الإخراج، التصوير. يعني احنا قاعد نشوف ان الرياضة هي يعني منظمة كاملة، يعني من أندية، من اتحادات، من إعلام، من تجارة وتسويق. موضوع يعني أيضا يشمل المدخول الاقتصادي لهذه الأندية، فهي منظومة متكاملة. هل وجدتوها متكاملة فعلا بالمملكة؟ أنا يعني أتكلم على النادي اللي أنا عشت فيه واللي للحين متواصل معه، يعني الهلال عندي من هالناحية متكامل. يعني نادي يعني ما بيقول نادي، لكن على مستوى آسيا من ناحية التسويق، من ناحية الجماهيرية، من ناحية الحضور في السوشيال ميديا، وهو أيضا مهم في 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 صحيح في كرة القدم الحالي، من ناحية النجوم، اللاعبين اللي يلعبون فيه العالميين، الجماهيرية مو بس بالسعودية، جماهيرية منتشرة في الخليج وفي الدول العربية. فهني نتكلم عن التكامل، نتكلم عن مو بس كرة قدم أو مو بس نادي كرة قدم 90 دقيقة، لا، متواجد طوال الأسبوع، نادي متواجد طوال الأسبوع في السوشيال ميديا، في الأحداث، في المناسبات، حتى في الشيء اللي احنا وايد نفقده في الكويت اللي هو الواجب الاجتماعي للاعبين، لما نشوفهم يروحون يحضرون للجمعيات الخيرية، التبرع في الدم، متواجدين لاعبين مع الجمهور، تواصل. يعني هذا الشيء وايد نفقده في الكويت. فموضوع ان النادي يكون فقط كرة قدم و90 دقيقة، لا، استغل جماهيريتك، استغل جماهيرية لاعبينك، استغل في التسويق اقتصاديا، في انتشار النادي، في المسؤولية الاجتماعية. فأنا أشوف أشياء قليلة قالها بشار، نعم، بعد أكثر يعني أتمنى من أي مسؤول يروح يحضر مباراة هي ساعة ونص يعني، وراح يشوف صورة ثانية كام يشكون. لا تفتح الموضوع هذا، حضرنا بشار الهلال الاتحاد. نعم احنا عندنا استوديو تحدثنا، هذه تعتبر مباراة قمة، نفس القادسية والعربي، بس بملعب وشفنا وكانت الجولة باسم كانت في فبراير. الجولة كانت باسم اليوم الوطني للكويت يعني إن شاء الله، طبعا هذه أهم ما أدري عنها، بس أتمنى أن حتى الاتحاد الكويتي يقوم في هذه الخطوة يعني في أي مباراة قادمة تكون باسم اليوم الوطني السعودي مثلا. فكانت يعني مباراة قمة وسموها للكويت، وكانت فعلا احتفالية فعلا. أنا أعتقد أبو محمد إذا تسمح لي، تحدثنا عن الفن والفنانين والجماهير الرياضية والفنية، ولكن انظر إلى الشاشة. شنو؟ صلى على النبي. انظر إلى الشاشة، أنت والكوابتن، إيش رأيك؟ هذا هو الهواء طبعا، النجم السعودي الأستاذ تركي اليوسف من مسار. أستاذ تركي، الجامعة الحلوة، حلا وسهلا، كل عام وانت بخير، شرفتنا. وبسألك سؤال، الشرف شنو جمع كابتن؟
أساس مين كلمة عربية عشان يصير لها جمع؟ لا عادي أي شيء يعرب الحين. فعندنا أبو محمد أنت شنو تسمعنا؟ الكباتن سامعك عدل السماعة معاك الفنان طارق العلي. هلا ابو محمد شلونك حبيبي؟ هلا هلا وسهلا. اول شيء انا اهنيك على هالنجاحات الجميله مسلسلاتك اللي قاعد تعرض على الشاشات والمنصات. تركي اول فنان سعودي يمثل فيلم ياباني وهو صغير. ياباني؟ ياباني كيف قاعد؟ ياباني صغير. عارف التاريخ كله ابو محمد عارف حبيب حبيب بالالتقاء فيه. وهو فنان رائع وجميل والحقيقة نستغرب معرفته وزمالته. والحقيقة هذه البدايات الفنية كان في تجربة في فيلم ياباني كذا من عام 1986 وأنا طفل في ذاك الوقت. فكانت تجربة غنية وغريبة شوية ويعني صارت من ضمن الأشياء اللي ما تصدق يعني راح تقول أنا مسوي فيلم ياباني يعني معانا أول محترف خليجي باليابان مثل ياباني الدول كلها راح اليابان تانغوغا هونغواد هو عدد كلامك ولا شلون جميلة في السنة مبكرة يا حبيبي يا تركي الله يوفقك إن شاء الله نعم الفنان تركي اليوسف احنا نقول لك العام تفضل في شيء سماعه واضح الصوت نعم صوتنا واضح ولا قاعد يقطع وياك لا ممتاز بس انا سماعاتي فيها مشكله يوسف انت قالب السماعات خاف قالب السماعات لانه ياباني عاكسهم عاكسهم استاذ ياباني هو الدار شو يا شرب ماي الله يخليك نبي نتكلم على علاقتك مع الفن الكويتي مشاركتك في الأعمال الكويتية وهذا التقارب والتشابه اللي موجود أكيد بين دول الخليج وخاصة الكويت والسعودية كلمنا عن تجاربك الفنية داخل الكويت أنا يعني زاملت الكثير من الزملاء في أعمال مشتركة نعم ولكن يكون الأعمال الكويتية الكاملة مثلا من أشهرها حياة ثانية كان مع الزميلة القديرة هدى حسين كانت تجربة الحقيقة غنية وجميلة والجمهور الكثير حبها وأنا كنت سعيد بهذا اللقاء قلما يكون هناك نصوص يعني تجمعني بقامات مثل الأستاذة هدى نعم. وأيضا محمد القفاص كان مخرج جميل لهذا العمل أكيد شارك طبعا الأستاذ عبد الرحمن العقل اشتركنا زمان في دمعة عمر من المسلسلات الممتازة كانت كلها يعني صراحة دراما قوية وثقيلة احنا نبي نشوف الحين تعاون مستقبلي يمكن طبعا مع الدكتور طارق اليوم موجود معنا ويعني نوفق راسلين بعمل درامي كوميدي يعني الاستاذ طارق الاسلوب يعني ما يخلينا نتنفس ما اعرف شربني مويه يعني ما خلاني ما تعطيه مجال يتنفس لا لا صعب بس عدل نوعدك بالاعمال القادمه راح تتنفس ان شاء الله لا يوسف من الفنانين من الجو يعني خاص حلو يعني أنا شفت أعمال جميل إن شاء الله تلتقون في عمل بالأعمال إن شاء الله مستقبل كل الشكر لك فنان تركي اليوسف على مشاركتك معنا وكل عام وحضرتك والمملكة العربية بألف خير يا رب أي نعم آمين إن شاء الله شكرا حياك الله نوعدك بسماعات من ليالي الكويت إن شاء الله بديلة سماعات وحطتها نعم أبو محمد يعني في هذه الليلة تبي كنت تقول شيء أيضا قبل الاتصال لا كلامهم جميل يعني كوابتن جمع كابتن كوابتن ها كلامهم عن ال ولا كابتنينين لا الاحتراف ولا لا لا كلهم شوف طبعا هم كل واحد يتمنى يكون بلده اكيد لاحسن يكون بلده افضل شيء في جميع المجالات ايه انا بس اليوم احنا ايضا عندنا الامل الجميل ولا هي محاباه لكن اليوم ايضا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب اليوم موجود الأخ عبد الرحمن المطيري معالي وزير الإعلام والثقافة وهو أيضا يرأس هيئة الشباب الرياضة وزارة الشباب وزارة الشباب أعتقد أنه راح بما أن عنده هذا الرجل رؤية
جديدة مثلا الآن بدأ بالإعلام واليوم توا يعني نعطي نترك له مجال يشتغل أكثر مع زملاء. أنا متفائل خير في حتى على مستوى الرياضة، لأن إذا ياك أحد وفاهم يعني عارف واشتغل في مجالك راح يريحك، غير لما يجيك مثلا وزير ولا مسؤول وتقعد تقول لا كذي احنا كذي احنا يعني. حتى استلم الوزارة تركي استانسنا لانه هو اشتغل في هيئة الشباب والرياضة وقسم المسرح، ويعني كان من ضمن صلاحياته وفاهم احنا ايش نبي وهو ايش نبي. نتمنى ان شاء الله بهذه الرؤية الجديدة الجميلة منه. ايضا الالتفات للرياضة الكويتية، احنا يعني ناشد يعني احنا اليوم اليوم السعودي فرحة وناسة، فاحنا ان شاء الله نتمنى ان ايضا مستوى الرياضة الكويتية هو مستوى جميل، شبابنا يبون الاحلى والاحلى، واحنا كلنا متفائلين خير بان ان شاء الله تتطور امور كثيرة في رياضتنا مثل ما تطورت في السعودية في هذا. فأنا متفائل، احنا كلنا متفائلين ان شاء الله ياخذ الكاس ونرتاح ان شاء الله. احنا يعني نبي منكم كلمة اخيرة احنا نبي غنية شنو كلمه قاعدين هو ولا شايف سعود حق سعود اي سعود ما في لا كلمتي خلص على الكادر. لا 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 بعد الهواء بعد الهواء لا 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 الحين ليش بعد الهواء موصيني الكنترول قال لا تغني جبال طارق العلي ليش وانا بقوم لان الاخبار الساعه 12 يلا نبدي بالاغنيه الاغنيه كانت زين انتوا عندي شلون ختموا مع الكوارتي كل واحد عنده شو بيقول ومع هذا نمشي على خير. انا صرت موعد لنا انت اختم الحلقه اخذ كلمتين منهم الكبار الكبار الختام خاولينك عنهم اعطوني صفاره بداوي لا احنا نقول ختام صفر الحكم يعني نقول عسى الله يحفظ المملكه العربيه السعوديه واحنا فرحانين بهاليمعة الطيبه والله يتمم عليهم ان شاء الله نعمه الامن والامان والاستقرار بهذا القياده والرؤيه الجميله. وايضا احنا فرحتنا جايه اليوم ايضا سمو الامير الله يطول عمره بعد ايام راح نحتفل ب مقاليد نعم الحكم ويطول بعمره الشيخ نواف وسمو ولي العهد الشيخ مشعل واهل الكويت دائما واهل السعوديه والخليج ايد واحده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ خليجنا امين. هذه يمكن لا حلو محمد يعطيك العافيه خوش ما صح يعطيكم الف عافيه. مشكورين على وجودكم معنا في الاستديو. نشكر ايضا كل متابعينا اللي تابعونا من خلال هذه الحلقه حلقه اليوم الوطني السعودي. شكرا لكم وان شاء الله راح نلتقي في حلقه يوم الاحد. نترككم حفظ الله وعائلته. تصبحون على ألف خير وفهم الله. مع السلامة.